ثانيا لا تهتم لموضوع تشجيع الآخرين. يعني طبعا سيلاحظ الإخوة الآن أن أغلب هذه النقاط هي نقاط نفسية روحية. لا تهتم لتشجيع الآخرين ولا تنتظر إذا نجحت في مكان ما أن يصفق لك أحد، لأنك إذا كنت تحلم بذلك وتنتظر ذلك قد تصاب بخيبة أمل، وقد يرتد عليك كل هذا الجهد الذي بذلته إحباطا وشعورا بالخيبة وشعور بأنني لم أستطع أن أنتج شيئا. أمامك رضا الله سبحانه وتعالى فقط، وأن يكون ضميرك ووجدانك راضيا، باقي الأمور اتركها. الآخرون راضون غير راضين، هلأ أنا ما أتكلم أنت تدخل في تصادم مع الآخرين، لا أتكلم أنت إذا نجحت في مكان الآخرون ربما لا يبالون لك، لا يريدونك، لا يهتمون لأمرك، لا يصفقون لك، أي يخترعون المعايب، يكتشفون نقاط الضعف لا يرون غيرها. ما في هذا البشر هكذا، هو هذا البشر، يعني البشر هو هذا، البشر هو هذا الحاسد، كما هي في تجربة آبائنا من قبل هابيل وقابيل، البشر هو هذا الحريص، هذا هو البشر. يجب أن نكون واقعيين. إذا أنت تعمل لا لكي تنتظر تصفيق الآخرين، وإن كان تصفيق الآخرين يعطي طاقة إيجابية للإنسان، صحيح اعتراف الآخرين بك طاقة إيجابية، حاجة إنسانية، لكن إن لم تحصل يجب أن لا تتوقف. فمن البداية في ظل ظروف استثنائية، ظروف طوارئ، لا تنتظر تصفيق الآخرين حتى لا تصاب بخيبة أمل. ابحث عن رضا الله سبحانه وتعالى وعن سكون ضميرك ووجدانك في هذا الإطار، بل اعلم أن الإنسان الناجح هو المستهدف بالنقد، والإنسان غير الناجح غير مستهدف بالنقد عادة، أو بحسب تعبير الشيخ المطهري رضوان الله تعالى عليه، لما كنا أطفالا كنا لا نرمي القطار إلا عندما يسير، فإذا كان واقفا فنحن لا نرميه، فعندما يتحرك الإنسان طبيعي أن يجد رماتا سهام نبال، هذا أمر طبيعي، بل هذا اعتبره أنت مؤشر نجاح، ما في مشكلة. عدم تصفيق الآخرين اجعله فكرة تعطيك ثقة بنجاحك، لا تجعله عقدة تحبطك نفسيا، وهذا مهم جدا في هذا السياق.